جينا داك النهار مع الصباح، جينا للعمل وانا نخدمو وانا نترزقو على الله. جينا كنلقاو واحد دخل وهجم علينا هنايا في المحل وبدا كي يعني جا عندهم المحل. من المحل صراحه هو ولدو هضروا معاه مزيان، راه الكاميرا كاينه كاين كلشي. السيد شويه بدا كيهز بالخبز كيضرب بالخبز، راه كاين كلشي في الكاميرات. وتعدى علينا فهمتي، وحنا راه كنترزقوا على الله، راكم عارفين في هذه الازمه هذه مالين المحال والغلا وهذه والدراري كنترزقوا على الله فهمتي. والسيد جا هجم علينا ودخل المحل، راه كاين كلشي في الكاميرات. دخل لقى الناس وهضر مع الباترون زعما ولد الناس صراحه، هضر معاه قال لي ودي ها مكان ها مكان. شويه السيد ويضرب بالخبز وضرب مول المحل ضربوا في وجهه، راه كاين كلشي في الكاميرات. وحنا ملي شفنا داك الشيء والله الا مرضنا، لان كتشوف مول المحل اش عنده، واحد دقيقه غيهبط هذا المحل هذا، غتمشي 25 واحد اللي خدامه هنايا يعني فين غنمشيو؟ شو عاوتاني نبقاو نتلوطوا في الزناقي. السلام عليكم، معكم دريس الطير مول المخبزه ديال ميدوري. كنقول في هذا المنبر هذا بانه نهار الخميس تفاجئنا بواحد الكليان جا عندنا مع الصباح. المهم جا عندنا مع الصباح على حسب شي جوج دراهم ديال الصرف، قال لك انا ما بنت هذيك الجدراهم ما بانتش ليا. المهم قال لك اودي كان واحد الغلط ديال الجدراهم ديال الصرف. قلت ليه ماشي مشكل، قلنا ليه هاد الجدراهم نعطيوها لك. وبدا كيغوت قدام الكليان وكيخسر في الهضره وداك الشيء ومنفعل على جوج دراهم فهمت. المهم حنا ما ديناش على داك الشيء، بقينا مبردين معاه لان المحل عامر بالكليان. واحد الساعه السيد ما بغاش يسكت، ما بغاش يمشي بحالو. عيطنا عليه قلنا ليه دوك الجدران شحال، نعطوك 50 درهم سير ديال الساعه اخرى. ما بغاش السيد، قال لي هنا سيدي هذا المحل غادي يتسد وغيتسد، بغى يسد لينا المحل. هذا السبب حد الان انت انا ما عارفش هذا السبب هذا على جوج دراهم. قال لك جوج دراهم ديال الصرف واش غيسد بها المحل؟ جوج دراهم ديال الصرف باغي يسد لينا بها المحل؟ انا ما فهمتش هذا السيد واش مدفوع من شي جهات اخرى ولا طاغي ولا مهم، بغينا نعرفوها شنو 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 مورا هذا السيد هذا. وتناقشنا معاه هنايا ولا حلينا نشد لينا داك الشيء، رون لينا المحل، هرس لينا. المهم داك الشيء كلشي راه عندنا في التصاور وعندنا في المسائل راه مسجلينها. هاد السيد هذا من بعد طور في داك الشيء ديالو وكيبزق علينا حاشاكم على وجهنا، وما عرفاش بغاني نضربوا معاه، بغانا سميتو. حنا حنا في المحل عندنا الكليان كيعرفونا، عندنا السمعه ديالنا، ما نقدروش نوصلوا معاه شي حاجه. داك المشكل اللي وقع في شي ساعتين تما كانا، تفاجئنا بواحد الموقع ديال في فيسبوك سميتو دروه شول مع داك الشيء، باج فيسبوكي، بانه لايح واحد سميتو ديال المخبزه، سميات المخبزه، ولا يح واحد الطرف ديال الخبز فيه 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 السيجاره فيه السيجاره. من بعد داك الشيء نط الناس كليان كيجيو يسولونا اش عندك اش عندكم اش هادي هادي. المهم نط واحد الروينه فهاد 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 الباج هذا، ان عندنا كليان ديالنا عندنا جوده مزيانه، وعندنا حتى الخدامه اللي عندنا العمال اللي خدامين عندنا ما حتى واحد ما كيكمي، عندنا شي واحد كيكمي كاع. دابا السيد هذا بغينا نديرو معاه، هاد الناس هادو اللي جاو دابا راه شافوا داك المشكل، جاو قالوا لنا حنا الصحافه بغينا نعرفوا المشكل شنو وقع عندكم، جاو باغين الحقيقه. كاين كاميرات، كاين كاين كاميرات المراقبه شادين كلشي، والكليان الكليان والغريب في الامر والكليان اللي تيتقداو مخلي من نماري التليفون ديالهم، مخلي النماري ديال التليفون، قالوا لك الا احتاجيتوا الشهاده احنا موجودين، لان انا شافوا كلشي. واحد العدد ديال الكليان راه فايت 20 واحد اللي مخليه التليفون ديالها باش يشهدوا على هذيك الواقعه اللي وقعت لنا ذاك النهار. هذاك السيد ظلمنا، واش مصيفطوا شي حد، واش مدفوع من جهه اخرى، الله اعلم. المهم انورمال هذاك ديك الواقعه اللي وقعت ذاك النهار، ماشي نورمال. ماشي انك ماشي ديك الجدراهم اللي غدير ذاك الشيء كامل، ديك الضجه كامله، ويلو حنا في فسميتو ويشوه لينا السمعه ديال المحل. باج عاديه غير قانونيه، ماشي شي موقع ديال الصحافه اللي معروفه. انا هادشي اللي بان ليا فيه باج عادي، لان حتى هو الباج باش تعرفوه حتى هو منين شاف لي كومونتير ديال الكليان كلهم من صالح المخبزه وكيشكروا المخبزه والجوده ديال المخبزه، ناض كذب ثاني داك الاعلان، دار ثاني واحد التكذيب للاعلان ولاحو مور داك الشيء. هنا كيتبان لي هذا الشيء عندهم لا ماشي الصراحه، ماشي هو هذاك هذا الشيء، ماشي غاكي وهذا الشيء. واش اي واحد كيعجبو تيبغي الخدمه في شي شي شي, شي, شي محل هادي يلوحو في الباج وبدا يضرب فيه؟ والمحل وكنقول لكم نعاود المحل فيه اوصار، هز اوصار فيه الناس خدامين فيها،
ايوا تقريبا واحد 15 اسره هنا خدامين معانا، هنا ارباب ديال 15 اسره ولا 20 اسره خدامين معانا في هذه المحلات. انا جبتهم في الشكايه ديال وكيل الملك، حتى هي جبت حتى هما جبتهم، لان هرسوا لي سمعه المحل وتكرفصوا علينا زورا داكشي داكشي اللي يحينو وتنتشر بواحد السرعه. انه قلت لك انا حنا ولينا شادين واحد جوج الناس كيشرحوا على الكليين شنو واقع لينا. اللي جا كيسول اشنو واقع لك، ها اللي واقع احنا كنا مخاصمين كنا هادي، راه مور داكشي تلح داك الخبر ديال سميتو ديال الخبز، وبغيت حقنا، بغينا حقنا الصراحه، بغينا عندنا يعني ونتا دفعناها. ها هي هادشي كان كنطلب المطالب ديالي ودرنا والشكايه اللي درنا لهذا على هذا السيد هذا، هاد الشكايه ديالو ها هي، ورقم ديالها 4182 3101 2022 تاريخ 20 اكتوبر 2022. المطالب ديالي للجهات المسؤوله هي تاخذ تنصفنا مع هذا السيد، لان ظالم، ظلمنا بزاف وتعدى علينا وشوه لينا السمعه ديال المحل، لا من حيث هو اللي يكون لايح داك الشيء، لا من حيث داك الباج اللي لايح هذاك داك الخبر لا سميتو. وبغينا نصفونا الصراحه، بغينا العداله تنصفنا، لان احنا مكرفسين. دابا عندنا مشكله مع الكليان، دابا تعيا ما يمكنش تخدم واحد المده وانت خدام بواحد الجوده يجي واحد يريب لك داك الشيء في ساعه المقاله ولا نص ساعه المقاله. حتى هو حتى هذا السيد اللي دار هذه الروينه هذه وتسبب في هذا الشيء، لانه هو اللي كان تيهددنا قدام الناس هنا، وعندنا الشهود كيهدد بانه غادي يدير لنا 50 حاله ديال التسمم باش يسد لنا المحل. امور هذا الشيء وقع هذا المشكل ديال هذا التشهير هذا بالمحل، هذا هو اللي خلانا دابا الدافع اللي خلانا نقولوا هذا السيد موراه عنده دوافع اخرى، هي اللي خلاته يدير هذا المشكل هذا، ماشي جدرهم ديال الصرف اللي غادير هذا الشيء كامل. انا من ناحيه من المنطق راه جدرهم ما غاديرش هذا المشكل هذا.